أنا أم سليمة عيون من دوما، طلعنا بأواعينا وطلعنا وما في حدا حوانا ولا في حدا فتح لنا بيته. عندي أولاد الحمد لله، لك أمي طلعوا شقوا علي، لك أمي فيدوني بس شوية، بيقول لي أمي يا دوبنا عم نشبع الخبز، مالي قدرة، لا تعتبي علي، أنا بحالة مأساوية. وهي حالتنا، هيك حالتنا، هيك الله كذب علينا الحمد لله. يعني بصراحة منجيب لبن وصفة نتعشى خلاص راحت معنا. جينا على معربة، رحت على البلدية، لقيت المحاميين هنيك، محاميين اليوم اندبي، والحمد لله ساعدوني، طالعنا دفتر العائلة والحمد لله التقيت أنا والمرشدة هنيك وحولتني على الجمعية والحمد لله ساعدونا. الوقت اللي اتصلوا فيني قالوا لي حضرتك فهمية، قلت لهم ايه، قالوا لي خلي زوجك يجي ياخذ الحقيبة. جيت انا عم قل له المساء ما نام من فرحه، اللي عم تضحك علي، قلت والله ما عم بضحك عليك، لك والله اني اتصلوا فيني وقالوا لي روح جرب اذا لقيت الشغلة ضحك ارجع. جاي طاير عقله، عم يبكي من فرحه وعم يبكي. والحمد لله صار جوزي يشتغل فيها، والحمد لله صار يطالع مصروفنا، يعني صرنا نحسن ناكل، يعني صرنا نحسن ناكل ونجيب أغراض. وقعدنا ببيت كمان جماعة حنوا علينا وحطونا ببيت على العظم يعني، بس عاد الحمد لله ما عم ندفع آجر. هذا المشروع حسسنا بالأمان والطمأنينة ببلدنا، وضلينا قاعدين ببلدنا ومعززين ومكرمين. اي والله الحمد لله والشكر لله، والله بشكر جميع اللي وقفوا معنا وساعدونا. اي والله المرشدة الاجتماعية والكل يعني وقفوا معنا الحمد لله وساعدونا الحمد لله.